اعتاد الناس على أحد النوعين، إما مكاتب أو مقاهي، لكن أن تجمع الشابة زينب الجبوري النوعين في مكان واحد وبداخل محافظة النجف، فهذه سابقة تعتبر الأولى من نوعها في زمن تراجعت فيه معدلات القراءة والثقافة العامة، ولا سيما أن من أهداف المقهى الثقافي هو التشجيع على القراءة وتوفير كل الاحتياجات للرواد والزبائن كباقي المقاهي. إنه مدينة النجف معروفة من وقت بعيد، هي مدينة حضارية، مدينة ثقافة. إن من هاي المدينة طلع شعراء، طلع كتاب، طلع هواي شخصيات، فلهذا ما أتفق بأن المدينة ممكن تعارض مشروع ثقافي. إقبال الناس، ردود الفعل الإيجابية كانت تثبت صحة كلامي هذا. خطوة قبلها مجتمع محافظة النجف بردود أفعال إيجابية واسعة النطاق، انعكس حضورا لافتا في نواحي المقهى وإقبال كثيف على القراءة وتشجيعا من قبل الكتاب من خلال تقديمهم الكثير من كتبهم ورواياتهم ومؤلفاتهم هدية للمشروع الجديد. طبعا اليوم محافظة النجف الأشرف تفتقر لهيش أماكن. طبعا هذا المكان مكان نوعي وفشي جديد محافظة النجف. الغاية من هذا المكان أو هدف هذا المكان المشروع هو تشجيع الناس على القراءة. رواد من كافة الأعمار يرتادون هذه المقهى الثقافية، أقولها بصراحة، مقهى ثقافية. هذه حالة جديدة وجميلة إن شاء الله أن تعم في كافة المحافظات. بالفعل، فإن تنوع الكتب والروايات والمواضيع جعل من المقهى فريدا من نوعه، دفع بالكثير من أبناء المجتمع لإعادة مجد المحافظة والعراق المعروف بنهمه وحبه القديم للقراءة، وبالتالي فإن ثمار المشروع آتت أكله كتجربة جديدة وفريدة من نوعها.